الأدمينة راه ما كيقدر يحكم فيها حتى شي واحد. كاين البرد ما حتى ما كطيبش. كيمشي الفلاح يجني مثلا ما كيجني والو. كان كيجني مثلا 500 صندوق كيولي يجني 100 صندوق. بالنسبة ديال المارشي عندنا منافسة. ما يمكنش مثلا غادي في السلعة. غادي في السلعة سمح في الكلام شديها مع عند واحد آخر. معروفة صحة كتخلص فيها كادير مع ما صحة تبعها في طنجة. مشيتي تهضر على المصدر ديالها وما بدهم كيتشكاو فهمت الان يقول لك قلت المطر جيتي عندنا حنايا غنقول لك من عندهم جيتي بالقروشين برا عند التاجر غيقول لك من عندنا الفتره اللي فاتت العام اللي فات ديك المطر اللي ما طاحش وهذاك اللي حنايا عندنا الضرر فيه داك الزباع كيبيع الخضار كيخسر فيها كاع باش كيجيبها للناس هنا فهمت ان شاء الله غادي تكون السلعه تكون السلعه موجوده وغادي يكون الخيفه ديال الولاد سخن جاو شويه شي عاده سخن جاو شويه كلشي غيهوى القدره كامله ترخى شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت تاجر هنا في سوق الجمله؟ نعم تاجر في سوق الجمله. شنو سبب الغلاء ديال الفواكه والخضر اللي كتعرفها دابا ساكنه طنجه والمغرب بشكل عام؟ الاسباب متعدده يعني ما هوش سبب واحد كاين واحد المجموعه ديال الاسباب على رأسها أن قلة الأمطار هذه واحد العامين تقريبا قلة الأمطار ثانيا واحد الموجة اللي دازت معروفة في المغرب ديال البرد ما كتخليش السلعة تنضج تزيد كاين الطوناج يعني خرج قليل ديال السلعة كاين التصدير دابا الحمد لله الدولة دابا في هذه الساعة حبست التصدير على حسب ما سمعنا ديال إفريقيا أمور تحسنت شوية إن شاء الله وغادي يسخن الحال وغادي تزيد تحسن الأثمنة هذا هو اللي كاين لأن الأثمنة راه ما كيقدر يحكم فيها حتى شي واحد الأثمنة كتخدع العرض والطلب ديال هذا المجال هذا ديال الخضرة والفواكه الأثمنة ما تسمع شي واحد قال لك زاد فيها الفلاح ولا التاجر ولا هذا احنا مطمئنين على ان الامور غتحسن ودابا راه بدات كتحسن بحال دابا ماطيش راه تقريبا نقصت فيها واحد 50 درهم على باش كنا كنبيعوه في الصندوق وكاين سلعات اخرى اللي عاود نقصت شويه بحال دابا الفلفله بحال دابا الدنجال كاين حوايج هي كتنقص هي كتعوض ان شاء الله كنطلبوا من الله تعالى هادشي شوف كنطلبوا من الله تعالى ما وبيت حتى شي واحد كنطلبوا من الله تعالى يكون ان شاء الله خير وتحسن الظروف ويولي الرخال الناس مساكن ويولي الامور ماشيه مزيان وهذا هو الضم ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للغلاء اخي ديري كاينه شويه ديال الطياب ما كاينش يعني ما كطيبش مزيان وكاينه الاثمنه مرتفعه في البلاصه ديالها اكادير كاينه الثمن مثلا مع الصاير ربما مثلا كنسيروا عليها مثلا 20 درهم دابا كنسيروا عليها 30 درهم السنه كيتزاد 1000 فرنك غادي تصاير ترونسبور وزايد العشار وزايد الطياب ما كاينش يعني ماتشه قليله وكاينه التصدير كاينه لومبالاج هذا هو الفرق اللي كاين اما كل عام مثلا في هذا البرد مع الطقس يعني الماتشا ما كطيبش كاين البرد الماتشا ما كطيبش يعني اغلبيه ديال الماتشا ما كيمشي الفلاح يجني مثلا ما كيجني والو كان كيجني مثلا 500 صندوق يولي يجني 100 صندوق يعني ضروري تكون شويه الطلب يعني الطلب اكثر من العرض بالنسبه ديال المارشي عندنا منافسه ما يمكنش مثلا غادي تزيد في السلعه غادي تزيد في السلعه سمح في الكلام شديها مع عند واحد اخر معروفه صحه كتخلص فيها كادير مع صحه تبعها في طنجه 5 درهم الصندوق ديال الرباح ولا 2 درهم ونص راه معروفه على كل شيء ما يمكنش يزيد هو مربى ما يقدر يخسر في السلعه لا باس قلت له مثلا ما تبع هادشي ما خرجتش هاد السلعه راه خصو يبيعها ينقص الثمن يقدر يخسر فيها ما يمكنش دائما التاجر غادي يربح يعني راه كيكون الثمن في اكادير راه معروف الثمن في طنجه شحال صبع في السوق في اكادير مثلا 200 درهم طنجه زيد 30 درهم تصير غتصبع ب 35 درهم مثلا زياده راه باينه ان شاء الله غادي تبان السلعه ان شاء الله وغادي يكون خير غير الجو كان برد هاد الايامات كان السلعه قليله والنسبة ديال البطاطا كانت جريحة دابا البصلة مثلا ارتفاع البصلة بصلة قليلة أغلبية خرجت ديال موريتانيا والسينيغال يعني تصدر بزاف بس بصلة طلعت كون كان مثلا ما كاينش تصدر كون راس اللعبة بقى في الثمن ديالها حنا هذا العام مثلا شهر 9 شهر 10 شهر 11 كنا كنبيعوا ماتشا ب 60 درهم في الصندوق 60 70 درهم ما كنتش كتعداها وأنا الحمد لله هذا الثمن راه معروف عند أي واحد كنا كنبيعوا ماتشا ب 60 درهم في الصندوق دابا راك عارف الطياب ما كاينش انا نوريك شي فيديوهات راه ماطيشه ما طايباش خضره العامل ديال ما كاينش العامل بالبرد هذا هو المشكل
ولا وقفت الزيره غادي تكون السلعه ان شاء الله موجوده ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا تبارك الله. اذا مشيتي تهضر على المصدر ديالها هما بيدهم كيتشكاو فهمت لون يقول لك قلت المطر جيتي عندنا حنا غنقول لك من عندهم جيتي مقروشين برا عند التاجر غيقول لك من عندنا فهمت لون هي مسلسله وهي ملي كتجي هذيك هي مجه بالترتيب مجه مقلت المطر مجه التصدير مجه بزاف الحاجات فهمت لون حنا الحمد لله من دابا فوق ان شاء الله ملي طاح هذا المطر حيت المطر ملي كيطيح دابا في هذه الساعه هذه كيعطي الانتاج ديالهم شهر اربعه فوق فهمت ولا فهمتيش شهر ثلاثه فوق وانت ماشي حق دابا حاليا دابا من الامور مزيره هكذا حنا ماشي بالتدريج فهمتي بحال دابا السلعه بدات كطيح شويه شهر فهمت كل نهار دابا بدات كطيح بحال دابا نقول لك اللفت دابا عامله 5 دراهم في الايام العاديه كتعمل 4 دراهم فهمت ولا زادت واحد درهم بحال دابا البسبس كيعمل 4 دراهم دابا كيعمل 5 دراهم فهمت ولا بحال دابا الباربه دابا الباربه ما غلاتش فهمتي لهم بقات هي العدد ديالها 3 دراهم 2 ونص الكروم بيدو ما غلاش 3 دراهم 2 ونص حاجة اللي بقات اللي أساسية هي اللي طلعت شويش بحال دابا خيزتو كنا كنبيعو 80 70 درهم 95 90 درهم دابا 100 درهم 11000 100 درهم الخيار 7 درهم 6 ونص 6 درهم كيلعبها الراحة دابا الأيامات عادية كان كيعمل غير 4 درهم 4 ونص بحال دابا شنو يقول بريكولي كان 12 درهم 10 12 درهم دابا كيعمل 14 درهم الشيفلور كان 80 درهم 70 درهم 60 درهم دابا كيعمل 100 درهم غنجرب الدبنجال كان كيتباع ب 3 درهم دابا تبارك الله راه 6 درهم ونص 6 درهم ونص 6 درهم تاع حلوة كانت السعر ديالها 4 درهم فهمتي ولا فهمتيش؟ دابا 6 درهم من عندكم يعني بالجملة 6 درهم ونص من عندكم لا كنبيعوها هنايا بالجملة ملي كتخرج يعني عند التاجر بتقسيط التاجر ضروري ساعة كيخرج الثمن ديالو درهم ديالو ولا درهم ونص فهمتي ولا فهمتيش؟ فهمتي ولا فهمتيش؟ والخيار كذلك هو مثال فهمتي الخيار أنا قلت لك العادل الليمون ديالها 8 درهم الليمون بلدي هذا كيبقى 7 درهم فهمتي ولا فهمتيش؟ هذا هو الأساس ديالو الحمد لله ولله الحمد كلشي بباليات والمراقبة كاينة مراقبة الأسعار راه دارت عندنا يعني ما كاينش تضارب الأسعار كل واحد كامل الثمن ديالو لا 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 ما كاينش خروجنا على برا خرجوا عند الناس على برا ديال اللي كيبيعوا بالزنقة قول له الثمن شحال ويعطيك البالي شحال كتخلص هذا الكلام اللي كنقولوا راه هو اللي كاين فهمتي اللي كاين هنا راه الباليات هما اللي كيحكموا راه كلشي بالإسومات بالأصل بالأصل بالساعة بالدقيقة بأي حاجة راه ما بقاش هذاك الشيء اللي كتعرف شحال هذه بالي يلوي ويعطيك دابا اي حاجه كتخرج بالاسم والاصل وكل شيء وتم بلاصه اللي كتشري منا ما يكذب علينا حتى شي واحد ولا نكذبوا على حتى شي واحد باش غنقولوا حنايا الثمن قد وقد غنكذبوا غنقولوا حنايا السلعه كتباع قد وقد لا يمكن فهمتي اللي كاين حنايا كنقولوا شنو الرساله ديالك التطمينات ديالك مواطنين خصوصا رمضان دابا ما جاي الناس متخوفين المواد الاساسيه باقي غاليه واش تقدر تطيح في الايام اللي ما جا ان شاء الله غطيح ان شاء الله بالتاكيد غطيح فهمتي بالتاكيد غطيح حيت معروفه الظرفيه هذه حنا معروفه حنا جوزنا بواحد المرحله اللي المطر ما كاينش يعني الفتره اللي فاتت العام اللي فات ديك المطر اللي ما طاحش وهذاك اللي حنا عندنا الضرر فيه دابا ولكن دابا هاد النعمه اللي طاحت علينا في هاد اليومين هادي عندها ان شاء الله تاثير كبير في الايام اللي ما جايه ان شاء الله من شهر ثلاثه فوق غتوجد السلعه موجوده ان شاء الله غتكون موجوده ان شاء الله يا ربي الحبيب من نهار ثلاثة غيكون باقي ما وصلش رمضان غيكون انخفاض ديال السلعة إن شاء الله يا ربي الحبيب ونتمناو من الله التوفيق والله يرحمنا إن شاء الله شكرا بزاف الله يعاون الله يجيب تيسير الله يرحم والديك شكرا الله يرحم البطاطا كاينه هنا كتعمل 7 دراهم هي ما البصل كاينه 9 دراهم كاين البصل دابا الساعه ديالها كتسالى دابا ديك البصل يابسه ما كتبقاش هاد الساعه يعني صافي كتسالى كتبدا ديك الخضره هذيك الخضره يعني دابا عشتها كانت قليله شويه هي اللي عطلت البصل باش غلات شويه فهمت هادشي اللي كاين مسائل البصل والبطاطا بالنسبه هي قليله في الفلاحه الناس ما فلحتش بزاف الاجواء اللي داز ديال الشتاء ما كانتش المناخ مع المناخ بارد شويه هو اللي قلل الخضره بصفه عامه كامله كاع فهمتي لا الغلا كيجي الغلا موطع
الغلا كاينه عند الفلاح. الفلاح حتى هو عنده ظروف ديالو، نقلت الظروف ديال الفلاح داز يعني الجو المناخ ما ساعدش الخضره يعني باش توجد. كاينه بعض الخضر اللي حتى هو التصدير اللي زاد حتى هو نقص بسلعه. اما الغلا في بلاصه، الغلا عند الفلاح، وهنا كاينه السلعه هنا في السمارشي كتباع كيبيعها الخضار كيخسر فيها كاع باش كيجيبها للناس هنا، فهمت. وتا الناس ديال المره، الناس ديال التخسيط راه حتى هما كيعانوا، حتى هما ما بقاوش كيبيعوا، فهمت. مع الاثمنه غاليه المواطن ما بقاش كيقدر يشد داك الشيء اللي خصو، فهمت. كان دابا بحال كان كيدي برا 3 كيلو 4 كيلو، كيدي كيلو، هذاك اللي كيسقط ما بقاش كيبيع حتى هو. واذا الغلا كاينه من الديبار من عند الفلاح، الفلاح هو اللي عنده. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.